مبادرة كرة اللعب في مكان سليم. الله كادت كاد أن يفتتح هدف في هداف أوروبا، انت هداف على الكل ولا. وهذه الأسماء المتواجدة كرة وثغرة دفاعية واضحة لدفاع الريال، دفاع الريال يضرب من خلال اللقطة الماضية بعد تمرير رائع من خواكين إلى ديفيد فيا لمصلحة ماتا أحد هدافي بطولة الكأس. كرة الله يا والله لو على غيرك كانت دخلت الكأس، لو على غيرك كانت من دول وكنا راح نقول 1-0 لفالنسيا، لكن لأنك كاسياس نمبر 1 أنت وبوفون يا كاسياس رقم 1 أنت وبوفون. والله عن دفاع الجماهير وصيحات الجماهير تكون الأجواء مثيرة للغاية. كرة بالله روبينيو بيسيطر عليها، ديلاريب تحاول في مكان سليم، ديلاريب اللاعب الاسباني الشاب روبن ديلاريب والكره الان يا سلام. دمع البصر لا احلى شيء يشوفه البصر، الله عليك يا بن 50,000 سكتهم، استلامك صح، رفرتك صح، الشوطه صح، كلك على بعضك صح، كلك على بعضك صح. شوف الاستلام حلو واللفة حلوة والشوتة، نتابع الآن ونشاهد خطأ لمصعد فالنسيا. لا والله نصف شوط بالتمام والكمال، الخفافيش ملاحيس ملاحيس، نعم أبدا أبدا فريق نادي فالنسيا غير محظوظ وغير موفق من خلال 3 أهداف محققة على مرمى الريال العالية أقصى الجهة اليمنى لخواكين. كيفية التصرف بالتمرير الرائع، ميغيل عاد لخواكين، الأرضية المثالية هي أرضية بيتغير اتجاهه، فيها فاول وحتى لما صفر الحكم أبعدها كاسياس. ما شاء الله عليك يا كاسياس، يا بخت إسبانيا فيك يا كاسياس، حارس غير عادي حتى لما يخطئ في نفس الوقت يصحح خطأ. شايف؟ صحح. تسليم مات الآن بيقلها أمامية ولكن تصل لديفيد فيا، 1-1 الأفضلية له، 1-1 الأفضلية له، يا سلام بيقلها ولكن أوهو يا الله يا شو اللي يطلع خسران؟ مش معقولة أبدا. لا شوف 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 حتى هذه شاهد، وبعدين الأرضية داخل منطقة الجزاء في غاية الخطورة. ماتا فالنسيا عالية وأرضية، يا سلام خطر أمام المرمى، الله ماتا طريقك مفتوح في اللقطة الماضية، هدف يشعل في النور. هكذا حال الكبار وهكذا عاد الكبير على حساب الكبير وفي مرمى الكبير كاسياس. بداية حلوة للشوط الثاني وهدف التعادل الآن يأتي في الدقيقة 10، 10-10 فالنسيا بعد مرور 10 دقائق. ماتا حرك نفسك وحرك فريقك يا شوستر، الريال يحتاج إلى تبديل. كرة الليل ماتا وفيها تسلل عالي وعطيها المهاجمون الكبار لا يرحمون. عالية أرضية من ماتا، يا عيني يا ماتا، يا عيني يا عيني يا عيني، عالية أرضية توهق فيها كاسياس وتوهق فيها دفاع الريال، ومن أروع ما يكون حطها في المرمى وأعلن عن تقدم الريال في لمح البصر، في لمح البصر غيروها الله أكبر عليك يا لعيب تاريخ في اسم كبير
لعب للريال، تعلق مع الريال، مجد كبير جدا مع الريال، وقف التدريب درب الاثنين ومن منه جول 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 جول. الله منو غيره منو غيره، الكرة الماضية شعارها يا البرتقالة. لاعب مثل ما تقدم مباراة كبيرة والكرة ملعوبة لمصنع فاليسيا في مقاس سليم، وحالة التقدم تقدم وعدة تطربها بالمرمى، شالها شالها شالها. وفي بعض المباريات يا روح ما بعد تروح بسرعة بسرعة يمر الوقت، كرة ملعوبة الآن لفيسنتي، بيسيطر عليها فيسنتي، ايدو بينقلها ثبت فيه، واحد على واحد الأفضلية له، واحد على واحد تقدم بلا أبهار. الله بشكل رائع وجميل في العبها، والكره ملعوبه الان تصل لفيسنتي، فيسنتي راح يمشيها، فيسنتي تقدم في لعبه حلوه 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 من مرمى، يا سلام يا كبير يا فيسنتي، يا لعيب يا فيسنتي، يا المحارب يا فيسنتي، الجنرال فيسنتي الهداف والمهاري فيسنتي حطها في المرمى في كرة مشتبه فيها، فيها شك كبير انها تسلل، حطها حطها حطها، يا لها من غزوات يا لها من غزوات على مرمى كاسياس في الشوط الثاني، يا لها من غزوات متتالية على المرمى، المجروح يهديها لزوجته الحامل.